وتلاقي عدد كبير جدا منهم للأسف مرضى. فلازم يكون لنا وقفة عند يعني هذا الحد من الاستغلال السيء لي فيما ناكل فيما نشرب للمتاجرة بصحتنا. فده كان لازم يكون أيضا ليه توعية، وان احنا نعرف ازاي ممكن تتعامل ويكون عندك وعي اللي بيتقدم لك ده وبتروح تدفع فيه فلوس. انت بتروح تدفع فلوس عشان تشتري مرض، مش كنا بنتكلم كده عن السجاير والمخدرات، ان الناس ازاي تدفع فلوس في حاجه تغيب عقلها او حاجه تضر صحتها. هي برضو للاسف لقينا ان في كتير فيما ناكل وفيما نشرب في اكلنا وشربنا بنروح ندفع فيها فلوس، فلوس كتيره، وبناكل سموم. السموم دي هي اللي بتؤدي والعياذ بالله للامراض. فكنا يعني من هذه اللحظه واحنا قلنا ان شاء الله بما اننا دايما بنقدم ما ينفع الناس، ويا رب دايما كده كل اللي بنقدمه الوقت اللي انت بتقعده، عايزه انصحكم نصيحه انا بحاول طبعا اعملها، ان انت في الوقت انا او غيري او اي برنامج انت بتشوف الوقت اللي انت قاعد فيه انت مستفيد منه ايه، هو ده اللي انت تقعد قدامه، ما تضيعش وقتك في حاجه ممكن ما يكونش ليها اي فايده. واحنا بنحاول قدر امكاننا ان احنا في الوقت اللي حضراتكم بتقعدوا فيه قدام الشاشه تشوفوا برنامج مصر احلى، يكون الوقت ده كله فيما يفيد وفيما ينفع، بحيث ان انت بعد ما تنتهي الحلقه وتحب حتى ترجع لها ويكون في مرجع، فده يكون في حاجه فايده فيه، فايده ليك يعني. وده ان شاء الله اللي ربنا يصيبنا عنه، ده اللي احنا عايزينه. دعواتكم الحلوه لينا اللي بتوصل لنا بعد كده هو ده الباقي، هو ده اللي بيبقى عندنا. النهارده يعني لينا موعد، طبعا انا عارفه ان انتوا بتنتظروا دكتور مجدي نزيه، وقد ايه في ناس كتيره بتسالنا هو حلقات دكتور مجدي نزيه امتى. احنا كل فتره بنحاول ان احنا نكمل حملتنا، يعني زي ما بنقول تاني وباكد تاني وبكرر تاني، كل حمله احنا بداناها من 4 سنين او 3 سنين او سنتين اللي احنا ماشيين فيها بتدريج، وبنطور شغلنا وبنطور يعني كل عملنا اللي ينفع حضراتكم، فكل حمله احنا بنستمر فيها على طول، مش بنجيب حلقه وتخلص، مش بنجيب حاجه نعمل سبوت عليها او نعمل مثلا تسليط ضوء على حاجه معينه، لا هو احنا ماشيين فيها على طول. طبعا حملتنا دي من ساعه ما بداناها وكان معانا الدكتور مجدي نزيه رئيس وحده التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذيه، هو النهارده هيكون معانا ان شاء الله، ونستقبل كل مداخلات حضراتكم طول الحلقه باذن الله تعالى. ان شاء الله ربنا يبارك لنا في الوقت، وعندنا اسئله كتيره مهمه للدكتور مجدي. دكتور مجدي ربنا يبارك فيه، يعني ما بتأخرش ابدا عنا، وعمرنا ما طلبناه في اي وقت وتأخر ابدا في كل الاحوال. يعني انا بصراحه بشكره جدا جدا، وربنا يبارك فيه ويبارك في وقته ويبارك في علمه، لان احنا كل ما بنقول له على حاجه بنقول اه. يعني مثلا لو عرفنا معلومات اقول له دكتور عايزين نطلع بيها في حلقه عشان الناس كلها تشوفها، يقول لي قوي قوي معاكي. فيعني يعني كل الشكر والتقدير لكل من يتعاون معنا، هو بيتعاون معنا في اهم حاجه اللي هي صحه الانسان، اهم حاجه في الكون اللي هو بني ادم اللي هو بيدور حوالين الكون هو الانسان، واهم ما في الانسان هو صحته. فلما يكون في عندنا توعيه بصحتنا ونعرف ازاي نتعامل معاها، هو ده اللي احنا ممكن نستفيد منه جدا ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله النهارده عندنا اسئله كتيره ومحاور كتيره مهمه، اهمها في عندنا عادات كتيره وحاجات مغلوطه احنا ممكن مثلا نسمع عن وحاجات كتيره تكون متداوله، زي بتشوفوا فيديوهات كتيره الحاجات الحارقه للدهون، مش عارف الجنزبيل والقرفه حارق للدهون، فالناس بتقعد تشرب منه كتير، او مثلا حاجه مثلا لتنظيف القولون، في مثلا تلاقي في فيديوهات منتشره ان وبيبقى ليها عدد كبير قوي من الشير، ان مثلا ممكن تاخد مش عارف ايه على ايه على ايه على ايه اللي هو بتجيبه من العطار وتشرب ده على الفجر وعلى الريق، وده بينظف القولون. وكتير من الحاجات اللي ممكن فعلا تلاقي الناس بتجري وتلهس وراها، لان الناس ممكن تكونش عندها المعلومه الصحيحه من المختصين. خلينا نقول كده، انت لما تكون عايز تعلم تعرف حاجه وتعرف ان ايه الصح والغلط فيها، روح لحد مختص. يعني حتى يعني في ديننا بيقول كده، اسالوا اهل الذكر. الناس اللي انت عايز تعرف منه المعلومه الصحيحه ما تروحش تسال حد جرب وصفه او جرب دواء، المفروض بتسال الطبيب او بتسال المختص في هذا العلم. فاحنا عندنا المختص في هذا العلم هو يعني هو رئيس وحده التثقيف الغذائي، فهو اللي احنا المفروض مرجعنا ليه هو دكتور مجدي نزيه طبعا، لان هو المتعاون معانا من بدايه حملتنا. عايزين نساله عن حاجه مهمه جدا انا سمعتها وسالته فيها وحبيت ان انتوا تعرفوها برضو النهارده معانا، الالبان. يعني كل واحد بيسعى ان هو يجيب لاولاده لازم لبن وكوبايه اللبن الصبح قبل ما يروح المدرسه، ولازم وهو كده معتقد ان هو مديله كل الفيتامينز كل الفيتامينات وكل والكالسيوم اللي موجود في اللبن.
هل اللبن زي ما سمعت كده مقوله، ما اعرفش هي صح ولا غلط، هو هيقول لنا عليها برضو، هل زي ما سمعت ان اللبن المعقم اللي هو بيبقى ليه مده صلاحيه 3 شهور ده، او اللي هو بيبقى معالج بشكل معين بتتقتل فيه البكتيريا وايضا الفيتامينات فما بيكونش فيه اي فايده، وان المفروض ان احنا نيجي نشرب لبن نشوف مده صلاحيته 7 ايام؟ مش عارفه دي معلومه صحيحه ولا لا. طب هل مده الحفظ الطويله دي غلط على اللبن؟ طب المعلبات اللي احنا بنشتريها هل فيها ماده معينه ممكن الماده دي غير ماده الحفظ ممكن فعلا تكون بتسبب الامراض الخطيره؟ محسنات الطعم اللي بتتحط على مثلا اللي هو الدقيق والحاجات اللي هي المعجنات دي، يعني سمعنا ان هي فعلا ممكن تكون ليها اضرار خطيره جدا على صحه الانسان. طب ما المحسنات دي موجوده في كل المخبوزات والفينو والحاجات دي كلها، طب هل ده فعلا خطيره؟ طب امال احنا يعني نعرف ازاي او نتعامل مع ده ازاي؟ حاجات كتيره مهمه النهارده ان شاء الله باذن الله هنعرضها على حضراتكم، وهنستقبل ايضا برضو كل مداخلات حضراتكم. انا عارفه ان في ناس كتيره بعتوا لنا على الصفحه اسئله برضو، هحاول اعرضها على دكتور مجدي نزيه. ربنا بقى يبارك لنا في الوقت ان شاء الله. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نستقبل دكتور مجدي نزيه رئيس وحده التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذيه.